بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق الغنيمة وكلام العلماء فيها، وأنه لا يسهم لمن إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكور. وذكرنا أن الغنيمة يعني في القتال بين المسلمين وبين الكفار تقسم هذه الغنيمة إلى أقسام خمس، أربعة الأقسام للغانمين، وقسم الذي قسمه الله عز وجل لله ولرسول الذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بدأنا في المرة السابقة عن في الكلام عن هذا القسم، أنه يقسم خمسة أقسام: السهم الأول لله ولرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويصرف في مصرف ألفي. سهم لله ولرسول، يعني اللي بيقرأ الآية: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ستة أقسام لكن حقيقتها خمسة، فخمس الذي لله وللرسول هو واحد، هو سهم واحد لله وللرسول، وكأنه ذكر أو بدأ باسم الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك تبرك، وأنه هو نفس السهم والقسم. قسم: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بسهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصرف الفيء، يبقى في غنيمة وفي فيء. الفرق بين الاثنين ايه؟ بين الغنيمة وبين الفيء، يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الفيء: ما أفاه الله على رسوله منهم فما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني هذا الفيء الذي أفاءه وآتاكم الله عز وجل به لم تتعبوا أنتم فيه ولم تتعبوا خيلكم ولا رجالكم، ولكن الله أفاءه وأعطاه للمسلمين. يبقى هنا الفيء يكون بغير قتال، الغنيمة غير ذلك. يبقى هنا الفيء فهمنا من الآية أنه ما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما تعبتوش في هذا الفيء. يبقى الغنيمة غير ذلك: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. يبقى الغنيمة يقول العلماء هي المودف عليها بالخيل والركاب، فكان الفيء ما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب، يبقى الغنيمة المودف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني أو فقير، لمن حضر وشهد القتال سواء كان غنيا أو كان فقيرا. الفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ده أخصر الكلام في الفرق بين الاثنين، وده كلام الشافعي رحمه الله، فقال: الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس. قال: من جميعهما لمن سماه الله عز وجل، يعني إجمالي. ولكن عرفنا أن الغنيمة تقسم إلى أخماس، وأحد هذه الأخماس يقسم أخماسا زي ما بنذكر هنا. الفيء كله يقسم إلى خمسة أقسام لمن ذكره الله عز وجل. يبقى نرجع تاني نقول: ما ذكره الله عز وجل في قسمة الخمس في الغنيمة لهذه الأصناف الخمس، يبقى الخمس يقسم خمسة أصناف. السهم الأول فيه اللي هو لله وللرسول ويصرف في مصرف ألفي، يبقى هذا في مصالح المسلمين كما قدمنا قبل ذلك. السهم الثاني سهم ذوي القربة، ذوي القربة، وهنا شرف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شرف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم بانتسابهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ذوي القربى الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه، لم يكونوا عليه، لم يفارقوه في جاهلية ولا في إسلام، يبقى هؤلاء استحقوا أن يشرفهم الله وأن يكرمهم الله عز وجل بذلك. يبقى فرق بين قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليه في الجاهلية، وبين قرابة كانوا معه في الجاهلية وفي الإسلام. لذلك هنا حيقول لنا
إن سهم ذوي القربة هيكون لبني هاشم وبني المطلب بس، بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا يعني أولاد هؤلاء لغاية ما تقوم القيامة، لغاية ما تيجي الساعة، أولاد هؤلاء اللي هم ذو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله عز وجل وشرفهم بذلك ومنعهم من أخذ الزكاة، لا يجوز لهم أن يأخذوا أموال الزكاة، إنما شرفهم بإعطائهم من المغانم خمس الخمس ومن الفيء الخمس. قال حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني وزع عليهم على هذه القسمة. ومسألة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست نص، ما فيش نص عليه إن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ليس ميراث، فعلى ذلك هي محل اجتهاد بين العلماء، ليست مسألة اتفاق على ذلك، إنما هنا قاسها على الميراث، قاسها على الميراث، وإن كان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. يقول لأنهم يستحقونه بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى من هذا المال، قال لعموم الآية. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني، ويعطي صفية يعني رضي الله عنهما، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم للإثنين، وما ذكرش أن يدي للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة هذه محل اجتهاد للعلماء، أنه هل الذكر كالأنثى ولا للذكر مثل حظ الأنثيين، ليست منصوصا عليه. في حديث جبير بن مطعم هنا بيذكره وهو رواه البخاري، قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربة بين بني هاشم وبني المطلب. لما كان يوم خيبر، يبقى هنا في يوم خيبر الغنيمة اللي جاء قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بني هاشم وبني المطلب. قال جبير بن مطعم، جبير ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك. بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون منه، هم من جده هاشم، فهو محمد صلوات الله وسلامه عليه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يبقى هنا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، عبد مناف الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعني قرابتك من بني هاشم لا ننكر فضلهم. طيب بتنكروا إيه؟ قالوا فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا. اشمعنا بني المطلب؟ المطلب حاجة وعبد المطلب حاجة تانية. المطلب يبقى عم عبد المطلب، عبد المطلب يبقى جد النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا في نسبه احنا بيتكلموا ان هم اولاد عبد مناف. عبد مناف كان له خمس اولاد، خمس اولاد منهم واحد مات قبل ما يتزوج ملوش نسب ملوش عقب اللي هو اسمه ابو عمرو، اتفضل اربعه اللي هم بقى جايين بيتكلموا عنهم الان. عبد مناف كان له زوجتان، زوجه واسمها عتيكه بنت بره السلميه، وزوجة الثانية اسمها واقدة بنت أبي عدي. الزوجة الأولى اللي هي عاتكة كان لي منها ثلاثة، كان لي من، ولذلك هنا ما بيتكلم، إذا فهمنا هذا النسب فهمنا بينكروا إيه، إيه اللي بينكروا هنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم إدى الاثنين لبني اثنين منهم اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، وما اداش لبني عبد شمس ولا لبني نوفل، ما اداش. فهنا السائل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا ابونا واحد ما اديتش لنا، طب ما اديتش دول ليه؟ ما اديتش لمين؟ يقول انه اولاد عاتكة ثلاثة، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس، هؤلاء من امرأة واحدة، هاشم المطلب عبد شمس اولاد عبد مناف، امهم واحدة، طب اشمعنى اخترت اتنين بس منهم والتالت ما اديتلوش؟ فهنا اللي اداهم بني المطلب وبني هاشم، بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد شمس مع أن الأم واحدة والأب واحد. التانيين من بني نوفل اللي هو منهم راوي هذا الحديث اللي هو جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم من بني نوفل يقول طيب إحنا أمنا واحدة تانية، طب الثلاثة دول أمهم واحدة، ليه اديت الاثنين وما اديتش للثالث؟ فكان الجواب إيه؟ بيقول هنا الرجل
فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، يعني أمنا واحدة وأبونا واحد، إحنا زينا زيهم، ليه ما أعطيتناش؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. يبقى هنا سبب أنه أعطاهم، هؤلاء كانوا محالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، قربته وكانوا معهم مناصرين له سواء في الجاهلية أو في الإسلام، فلما حصروا في الشعب شعب بني هاشم راحوا داخلين كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كفارا، ما كانوش مسلمين، كانوا كفارا، ولكن دخلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعرف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله سبحانه وتبارك وتعالى كرمهم لما دخلوا في الإسلام بأن جعل لهم سهما، لأنهم لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا في إسلام. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نحن وهم، أو قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، يعني إحنا وهم حاجة واحدة، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، لكونهم لم يفارقوا لا في جاهلية ولا في إسلام. التانيين أولاد عم بس فارقوا في الجاهلية وكانوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا معه، فلم يستحقوا هذا السهم. فيبقى السهم هذا يقسم على هؤلاء في حياتهم لما كانوا، فلما ماتوا يقسم على أولادهم وهكذا. طيب يبقى هنا سهم لذي القربة، ده تاني سهم. ثالث سهم لفقراء اليتامى، لفقراء اليتامى، أن الله عز وجل ذكر واليتامى والمساكين، واليتامى والمساكين. يبقى اليتامى قد يكون اليتيم غنية، وهذه قسمة شيء شبيهة بالعطاء، أما القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الله عز وجل مكافأة لهؤلاء وتشريف لهم. أما الباقين يبقى هنا اليتامى لكونهم يتامى لا يستطيعون النفق على أنفسهم، فإن كان يتيم يقدر ولي على النفق عليه وله مال هو وارث بغني فلا يستحق هذا المال. من هو اليتيم؟ يقول لنا اليتيم أو هم اليتامى يعني من لا أب لهم ولم يبلغ، لأن اليتيم يطلق على الذي مات أبوه، الذي مات أبوه هذا اليتيم، بقيد أن يكون صغيرا ليس بالغا، فإذا كان بالغا فلا يقال عنه يتيم، لا يقال يتيم إلا على وجه المجاز، لكن اليتيم اللي داخل في الآيات اللي ذكرها الله عز وجل في كتابه هو الصغير أو الصغيرة دون البلوغ الذي مات أبوه. قد تموت الأم ولا يسمى يتيما، لا يوصف باليتم أنه ماتت الأم إلا عرفا وتجوزا، لكن اليتيم هو الذي مات أبوه وكان صغيرا. دليل ذلك أنه يكون صغيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يبقى هنا بعد البلوغ ما يتسماش الإنسان، ما تقلش عنه يتيم. ده حديث صحيح رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم، لأنهم محتاجون، فإذا كان غنيا فليس محتاجا، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، زي ما كان في الزكاة كذلك هنا. يبقى المسكين الإنسان الذي لا يجد النفقة أو لا يجد ما ينفق على نفسه، فرق قبل ذلك أن الفقير الذي يجد نصف النفقة أو دون نصف نفقته، المسكين الذي لا يجد أكثر من ذلك ولكن لا تكمل له النفقة، ما يقدرش غير واجد يجد أياما ولا يجد أياما، فعلى ذلك هنا إذا ذكر المساكين يبقى الفقراء داخلين فيه، فيعطون كما يعطون من الزكاة. يبقى ده كان في الكلام عن الغنيمة، ونفس الشيء حيتقال في الفيء، بس بدل ما يتقال في خمس الخمس حيتقال في المال الفيء جميعا، في الفيء جميعا. يقول لنا فصل الفيء هو ما أخذ من الكفار بحق، ما أخذ من الكفار بحق من غير قتال. يبقى ده الفرق بين الغنيمة وبين الفيء، يبقى فرقان بين الغنيمة والفيء. الفرق الأول أن الغنيمة ما أخذت بقتال، يبقى بقهر بقوة جيش المسلمين،
الفيء أفاءه الله عز وجل بتخويف هؤلاء، خافوا فتركوا أو دفعوا ما وجب عليهم من جزية ونحوها، هذا فيء. يبقى الغنيمة فيها قتال، الفيء ليس فيه قتال. الفرق بينهما أيضا أن الغنيمة تقسم أخماسا، خمس يقسم خمسة أقسام، يبقى على ذلك سهم الله ورسوله خمس الخمس، سهم ذوي القربى خمس الخمس، سهم اليتامى خمس الخمس، المساكين خمس الخمس، ابن السبيل خمس الخمس. يبقى هنا الكلام في هذه القسمة في خمس فقط، الأربعة أخماس للغانمين كما قدمنا في حديث قبل ذلك. الفيء يقسم كله هذه القسمة الخماسية، يبقى الفيء يقسم زي ما ذكر الله عز وجل في الآية، يقول لنا الفيء هو ما أخذ من الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلمة، الذي يؤخذ من الكافر ظلمة فهذا ليس فيء. يقول الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلمة كمال المستأمن فليس بفيء. إنسان يجي على ذمة أو إنسان مستأمن يقوم يسلب ماله، يسرق ماله، يغصب ماله، هذا ليس فيء، وإنما هو مال ظلم أخذ من غير قتال، وما أخذ بقتال فغنيمة. الأمثلة اللي فيها يقولنا كالجزية، ما الجزية؟ الخراج، عشر التجارة من الحربية، الجزية يبقى ما يضرب على رقاب أهل الكتاب أو أهل الذمة أن يدفع كذا في السنة. الخراج يبقى ما يضرب على أراضي هؤلاء، خراج. عشر التجارة من الحربي لأموال العشور، العشور لما يجي إنسان حربي يعني من بلاد الكفر يدخل بلاد المسلمين، فقال يعشر، يعشر تاخذ منه ضريبة، تاخذ منه ضريبة إذا جاء فيأخذ. كان سيدنا عمر قدرها بالعشر، إنه جاي تاجر في بلاد المسلمين، جاي تاجر وتكسب، هتكسب يبقى يؤخذ منك شيء لدخولك وتجارتك معنا، فيأخذ منه العشر على هذا النه. ونصف العشر من الذمي، عشر التجارة من الحرب، ونصف العشر من الذمي. وما تركوه فزع، يعني خافوا فروا سابوا البلد ومشوا، يبقى داخل فينا في الفيء. أو عن ميت ولا وارث له، إنسان من هؤلاء الكفار مات وليست له ورثة، يبقى على ذلك ماله يدخل في الفيء. قال ومصرفه في مصالح المسلمين، مصرف هذا الفيء يبقى المال كله مش خمس الخمس، لا ده كله يصرف في مصالح المسلمين على القسمة اللي ذكرها الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء، فليس لهم فيه شيء. العبد لأنه حق على مولاه وعلى سيده أن ينفق عليه، فإذا أخذ من هذا المال كأنه الذي يأخذ سيده. وقرأ عمر رضي الله عنه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخرها حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو، محل مكان يعني، بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، يعني حوزع هذه الأموال بالعدل لغاية ما تصل إلى اليمن أو لأقصى بلاد المسلمين، هم ما تعبوش فيها ولكن حق لهم. قال أحمد رحمه الله الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير، يعني يقسم ذلك الإمام بحسب ما يرى من حوائج الناس فيعطي للجميع بحسب حاجتهم. يبدأ بالأهم فالأهم، يعني تقسيم هذا الفيء في الأهم فالأهم من سد الثغور، كذلك كفاية أهل الثغور اللي هي أطراف بلاد المسلمين اللي قريبين من الكفار، إذا لم تسد خلت هؤلاء وحاجتهم لعلهم يميلون إلى الكفار يبقوا أذن على المسلمين. قال وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاء والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين، يعني تنفق في الحاجات والمرتبات التي يحتاجها هؤلاء. فإن فضل شيء، يعني فرضنا أن الفيء كان كثيرا، وهنا ما بيتكلمش عن الفيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو في عهد بعده أو في وقت زي زماننا اللي ما فيهوش فيه أي أصلا، لكن بيتكلم أنه على طول لغاية ما تقوم الساعة،
وسيأتي زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل بمئة دينار لا يجد من يقبله، سيكون في يوم من الأيام كما أخبر النبي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك الكلام اللي ذكره الفقهاء ما هوش فقط في زمن قد يكون فيه ضعف المسلمين أو زمن يكون قوة، ولكن لكل زمان يصلح ذلك بحسب ما يصلح فيه. قال فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. فرضنا في زمن أغنى الله عز وجل دار الإسلام وصار للناس أموال كثيرة وما فيش فيه فقراء، فقال يوزع على الناس، يبقى على عموم الناس الغني والفقير على أحرار المسلمين. وبيت المال ملك للمسلمين، لمسألة استطرادية بيذكرها إن بيت مال المسلمين اللي بيوضع فيه هذه الأشياء هذا ملك للمسلمين لأنه لمصالح المسلمين. يضمنه متلفه أو يضمنه، يضمن إذا كان أتلف إنسان بيت مال المسلمين، بنك المسلمين أتلفه إنسان، يضمن ذلك ومسؤول يرجع هذا المال زائد العقوبة التي له. يحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، الإنسان يزور حاجة ويروح يأخذ بها مالا من أموال بنك ولا غيره، هذا حرام لا يحل له، فهنا يضمن هذا المال ويعاقب على أخذه ذلك. يحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، يبقى لما يكون بيت مال المسلمين فيه مال ليس من حق أحد يقول أنا أروح أسرق منه أو أخذ منه، ما هو مال الناس ليس من حقه ذلك، لا يأخذ إلا ما أعطيه، أعطي له أخذ، لم يعط وظلم يترك أمره لله سبحانه وتبارك وتعالى. باب عقد الذمة، وده ملحق بهذا الباب الكلام عن عقد الذمة. يقول عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. يبقى ده عقد من العقود، عقد من العقود. يقول هذا العقد جائز ماضي لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم، ومن تدين بدينهم يبقى من يهود أو نصارى أو من كان على مثل ذلك، يعني حيشبههم في المجوس زي ما جاء الأثر في ذلك وهنشوف. هذا العقد بيعقد بحيث أنه يكون بين المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين بيسر، تجري عليهم بيسر أحكام المسلمين، في أشياء يحرمها المسلمون ويحرمها هؤلاء، أشياء أخرى يحرمها المسلمون ولا يحرمها هؤلاء، يبقى مش هنلزمهم التحريم فيها، إنما نلزمهم ألا يظهروها للمسلمين، إنما يلزمون ألا يظهروها بين المسلمين. لا ينعقد هذا العقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بنو الأصفر. قال والأشبه أنها لفظة مولدة، يعني لفظة الفرنجة، قال نسبة إلى فرنجة وهي جزيرة من جزائر البحر، يعني بيقول سبب التسمية إيه جزيرة اسمها فرنجة نسب إليه. قال والصابئين والروم، يعني هؤلاء أيضا كالصابئين وكالروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. شوفوا هنا يعني أما الإسلام كان عزيزا كان قد إيه دخلين في هذا العقد، امتد الإسلام لهذه البلاد يدفع هؤلاء الجزية، الآن المسلمون هم اللي يدفعوا لهؤلاء المسلمون. ضعف الإسلام وضعف المسلمون لما ترك المسلمون دينهم وراءهم ظهرية، شوفوا كيف يعزهم الله بأن أعزوا دينه، كانوا بيأخذوا الجزية من كل هذه البلاد يأخذوا منها الجزية، لما تواضعوا ووضعوا دين ربهم سبحانه تبارك وتعالى إذا بالله يضعهم، وهم ليؤخذ منهم قهر ما عندهم وما في ديارهم ولا يستطيعون أن يتكلموا. يقول هنا الأصل في ذلك قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى في حال هم يكونوا صاغرين يبقى المسلمون أقوياء أعزة، مش ممكن يكون المؤمنون يكونوا في ذلة ويطلبوا من هؤلاء الجزية أو من غيرهم. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول العلماء الجزية هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، يبقى وظيفة إنه شيء يدفعه ضريبة بيدفعها كل سنة. قالوا هي فعلة جزية
من جزى يجزي إذا قضى، كأنه القضاء الذي عليهم هذه الجزية يدفعونه. قال المغيرة يوم نهاوند رضي الله عنه: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. رواه البخاري. المغيرة رايح لهم وحده يكلمهم ويقول لهم ذلك: جايين نقاتلكم لغاية يا تدخلوا في الإسلام يا تدفعوا الجزية، ها تدخلوا في الإسلام أو تدفعوا الجزية. وفي حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعهم إلى أحد خصال ثلاث، أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج بعثا يقوم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقعوا في الظلم، حتى لا يظلموا. أنت طالع لتدعو إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء سيمنعونك، ستجاهدهم في سبيل الله، ولكن الأول ابدأ ادعو هؤلاء إلى أحد ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى أحد ثلاث خصال. قال: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أنت مش راح تقاتل القتال بس، لا، أنت عايز يهدي الله عز وجل بك هؤلاء، فإذا هداهم الله الحمد لله ولا داعي للقتال. قال: فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، بالأول ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. دي آخر شيء فيها، رفضوا الإسلام، رفضوا الجزية، استعن بالله وقاتلهم. قال الحديث رواه مسلم: أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس. من لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع. المجوس عباد النيران، وتؤخذ منهم الجزية من المجوس. والبعض من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا كان المجوسي اللي بيعبد النار تؤخذ منه الجزية يبقى غير أولى قياسا عليه، كل من عبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك وسعوا فيها زي الإمام ابن القيم رحمه الله، وقوله جيد في المسألة، أنه يجوز أن تؤخذ الجزية من هؤلاء من عباد النيران ومن كان مثلهم من المشركين. وهنا يقول أنه يؤخذ من أهل الكتاب فقط زائد عليهم المجوس، زائد عليهم المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منه. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا ضعيف، رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هؤلاء المشركون اللي كانوا موجودين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزية من مجوس هجر، فلذلك بنى عليها ابن القيم رحمه الله: إذا أخذت الجزية من هؤلاء تؤخذ من غيرهم أيضا. حديث ده في البخاري. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. يبقى مسألة الجزية ما هيش لأحد المسلمين، إن يجي واحد مسلمين يقول أنا هنعمل الجزية أو كذا، إنما هي لحاكم المسلمين، فهو الذي يفعل ذلك في حال قوة المسلمين وصغار غيرهم. فيقول هنا، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف، يعني مسألة إجماع أنها ليست لأحد المسلمين أن يفعلوها، إنما هي لحكام المسلمين. قال: ولأنه عقد مؤبد. عقد مؤبد المعنى أنه أمنوا ذلك فصار له أمان، يبقى على ذلك هذا عقد دائم مؤبد. فعقده من غير الإمام افتئات عليه، يعني تعدي على الإمام أو على الحاكم أن إنسان يفعل ذلك من عند نفسه. ولا وقال هنا لا نعلم فيه خلاف. ويجب على الإمام عقدها للآية، أن يعقد لهم ذمة، يجعل لهم ذمة أنهم يعيشون بين المسلمين وأنهم يؤمنون وأنهم يدفعون ذلك. يجب على الإمام عقدها إمتى؟ حيث أمن مكره. لما يأمن مكرهم يعلم أنهم مسالمون، ما همش بيدبروا ويخططوا للمسلمين، يبقى يجب عليه أن يعقدها لهم حيث أمن مكرهم. فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا علم من قوم منهم أنهم يكيدون للإسلام وللمسلمين يبقى على ذلك لا يجوز له أن هو يعقد لهم عقد أو هذا العقد. حديث لا ضرر ولا ضرار حديث صحيح، والمعنى لا ضرر، لا تضر غيرك
ولا تدفع الضرر بالضرر. ولا تدفع يبقى هنا ضرار، ضرار كأنه مدافعة شيء بشيء، فلا تدفع الضرر بالضرر ولا تبدأ بالضرر. يبقى يجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام. التزام هؤلاء للمسلمين بأحكام أربعة اللي هي إيه؟ قال أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أن يعطوا يبقى بيدفعوا، والراجح في المعنى أن الصغار هو إعطاء الجزية نفسها، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، أن لا يتعرضوا لدين الإسلام، فإذا ذكروا دين الإسلام والمسلمين تكلموا بخير. قال لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا، إنا لم نعطي الأمان على هذا. الأثر عن ابن عمر يقول الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ويغني عنه حديث أعلى منه، حديث يعني هذا عن ابن عمر، إنما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. امرأة يهودية كانت تشتم، مش قدامه، مش قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمام زوجها أو أمام الرجل الذي معها، كان زوجها، فيقول هنا فخنقها رجل، فخنقها رجل. ده الحديث ده ذكر خنقها رجل، هل الرجل سمعها ولا هو زوجها؟ دي في هذه القصة. في قصة أخرى كان الرجل الذي معها كانت أم ولد الله، يعني كانت سرية، كانت أمة، أمة يهودية كانت عندهم. الرواية اللي احنا بنقولها دي فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فأبطل دما، هي سبت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الرجل، فالرجل خنقها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال ويشهد له حديث ابن عباس، ده كلام الشيخ الألباني، هذا الحديث اسناده على شرط الشيخين، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يعني رجل من الصحابة كان أعمى وكانت عنده سرية أمة، كانت هذه الأمة في غاية الحنان على هذا الرجل، يعني كان رجل يحبه من حنانها عليه ورحمتها به وبأولاده، ولكن لما كانت تجلس معه كان يسمعها تشتم في النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهاها فلا تنتهي. قال في الرواية هنا وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتله. حديث رواه أبو داود ورواه النسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم، ده ذكر الشيخ الألباني. فهنا الرجل يكون هذه المرأة معه أم ولده، هي رحيمة به، ولكن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من أي حب آخر، فالمرأة تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من الرجل، ولا نقول زوجه، ما هوش جود، هذا مالك له يملكها، هي أم ولد له، أم ولد معناه أمة جارية كانت عنده فأحبلها فأتت منه بولد، يبقى هذه ملك يمين، ملك يمين وليس زوج. يبقى الشرط الرابع أو الشرط الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، يبقى أهل الذمة لا يصنعون ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، يبقى المسلم الذي يقع في شيء يوجب حد يقام عليه الحد، هؤلاء أيضا من وقع في شيء يوجب عليه حد يلزمه إقامة الحد عليه. قال في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين ما أوجب، زي السرقة، سرق شيئا، قاطع طريق يقطع الطريق، بعد ذلك يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، طيب هذه أشياء إذا فعلها المسلم بيطلب منه هذه الأموال، إذا كان عقود لابد أن تكون عقودا صحيحة وليست عقودا محرمة، كذلك هؤلاء إذا تحاكموا إلينا صححنا الصحيح وأبطلنا الباطل. المعاملات، يبقى هنا ما لا يجوز للمسلم أن يتعامل به في دار الإسلام لا يجوز لهم أيضا أن يتعاملوا به في دار الإسلام.
قروش الجنايات، قروش الجنايات، زي في مسائل الجراحات، جراحات خطأ مثلا من الأخطاء المسلم عليه أرش الجناية بتاعته وعليه الحكومة، كذلك هذا عليه أرش الجناية وعليه، إذا قتل المسلم مسلما خطأ عليه على عقلته الدية، كذلك هؤلاء يلزمهم الدية وهكذا. وقيم المتلفات. قال هنا في قوله سبحانه وهم صاغرون، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليه، جريان أحكام المسلمين عليه، دفع الجزية وجريان أحكام المسلمين عليه. أحكام المسلمين تجري عليهم في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. يبقى هنا إقامة الحدود من ضمن الحدود في الإسلام، إن الإنسان ليشرب خمر يقام عليه هذا الحد، ولكن هؤلاء يستبيحونها في دينهم، يبقى غايتها لا يظهرون ذلك أمام المسلمين، فإذا شربهم في بيوتهم فلا يقام عليهم حد بذلك. لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. رجل يهودي حب يسرق من مسلمة أوضاحا لها، حليا لها، فلما انتبهت له قتلها. فأتي بهذه المسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهب إليها وسألها من قتلك، وهي بتنازع في النازع بتموت، فسألها ما بتردش، فقيل فلان فلان فلان، لغاية ما ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم وماتت. فجيء بهذا اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إن هنا قصاص، كما قتل المرأة يقتل. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا حد الزنا، هنا إذا زنى الإنسان فإذا كان بكرا فيجلد ويغرب، إذا كان سيبا يجلد ويرجم أو يرجم فقط، فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باليهوديين لأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، يعني هو يعيش في دار الإسلام لتجري عليه أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويقرون على ما يعتقدون حله، الشيء الذي يعتقدونه في دينهم أنه حلال يبقى يسكت عنهم ويقرون على ذلك، كخمر، إن في بيوتهم خمر ما لناش دخل إلا إذا أظهروا أمام الناس. ونكاح ذات محرم، يعني يكون إنسان مجوسي تزوج بأخته أو تزوج بخالته، فهنا لم يتحاكموا إلينا فليس لنا أن نتدخل في ذلك، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين به، يمنعون من إظهار هذه الأشياء المخالفة حتى لا يتأذى المسلمون، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرم ينتفع بها أهل الإسلام. هؤلاء تؤخذ منهم الجزية تنتفع بها البلد التي يعيشون فيها، ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون، يبقى تؤخذ هذه من القادرين فقط ليست من غيرهم. وهذا إجماع يقول في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافري، يبقى هنا خذ من كل حال من دينارا أو عدله من المعافر من الثياب من عندهم دينارا، يبقى كأن القدر بتاعها قدر يسير جدا، إن في السنة بيأخذ منه دينار، الدينار قدر 4.25 جرام من الذهب. الحديث الصحيح. روى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، يبقى نساء أهل الذمة لا تؤخذ منهم جزية، أطفال أهل الذمة لا تؤخذ منهم جزية. قال ولا تضربوها إلا من على من جرت عليه المواسي، يبقى على البالغين، يعني البالغين، يبقى كناية عن البالغين. قال والخنث لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، يبقى كذلك الخنث لا تؤخذ منهم، والمجنون منهم لا يؤخذ منه شيء. يبقى تؤخذ الجزية من الرجال من البالغين من القادرين. القن أيضا لا تؤخذ منه على قول، وإن كان روي عن عمر أنه أخذ، أما هنا المروي أنه لا جزية على مملوك، فالشيخ الألباني يقول لا أصل له.
لا جزية على زمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته. هؤلاء لا تؤخذ منهم. الزمن إنسان المريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على عمل ولا يقدر. الأعمى كذلك. الشيخ الفان شيخ كبير في السن لا تؤخذ منه لأنه ليس من يقاتل. وراهب بصومعته يعني معتزل في صومعة معتزل الناس فأيضا لا يؤخذ منه شيء، قال لأن دماءهم هنا محقونة أشبه النساء والصبيان. من أسلم منهم بعد الحول، يقول هذه الجزية بتؤخذ في كل سنة في آخر كل سنة. طيب إذا إنسان قعد طول السنة كتابي جاء في آخر السنة لما وجبت عليه الجزية قال لا إله إلا الله، يقول تسقط عنه الجزية. يبقى على ذلك هنا يقول من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. نص عليه أحمد في حديث ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف. ليس على المسلم جزية، إنما المعنى معنى صحيح، الجزية على أهل الكتاب وليست على المسلمين. وروي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها، ثم أسلم ردها. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه، لكن المعنى صحيح أنه تأليف هؤلاء وتحبيب هؤلاء في الإسلام أولى. الجزية هيعمل بها إيه؟ عن الدينار هيؤخذ منه ولا يترك له؟ لكن إسلامه أعظم بكثير. روى أبو عبيد وده إسناده حسن أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية. يهودي لما دخل في الإسلام قالوا له أنت عليك الجزية بتاع السنة اللي فاتت، وقالوا له إنما أسلمت تعوزا، أنت بتسلم عشان ما تدفعش الجزية. قال فإن في الإسلام معازة. الرجل ذكي قال لهم طيب الإسلام فيه ما يعوزني من ذلك، الإسلام إن في الإسلام مع الإسلام يجيرني من الظلم، الإسلام فيه معازة. فرفع إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه إن في الإسلام معازة، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. هذا حسن. يبقى على ذلك هنا لو أنه وجبت عليه ولم يدفعها وأسلم سقطت عنه. طب قد إيه تكون هذه الجزية؟ قد إيه؟ في حديث معاز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ دينارا في كل عام أو عد هذا الدينار من المعافر من الثياب. يقول فيها ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12، يعني مراعاة الفقير ومراعاة الغني في أخذ هذا المال. وإن كانت كلها بسيطة 48 درهم، والدرهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام عمر كان بيتراوح ما بين 10 دراهم، الدينار كان ما بين 10 دراهم و 12 درهم، فعزيز 48 هيكون يعني 4 دنانير يعني قدر 4 جرام وربع من الذهب مثلا. يبقى هنا على الغني يفرض عليه ذلك، على المتوسط نص دينار اللي هو 24 درهم، على الغني 48 درهما، على المتوسط 24 درهما يعني، وعلى الفقير المعتمل 12. فرضها عمر بمحضر من الصحابة وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماع. وإن كان عمر رضي الله عنه لم يقل إنه لا يؤخذ أكثر من ذلك، فعلى ذلك هنا إجماع على إنه عمل بذلك، لكن ما فيش فيه مانع أن يزاد عن ذلك أو يقلل من ذلك. لذلك كانت الرواية الأولى يقول زي ما عمل عمر نعمل إحنا. قال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال دعيل ذلك من قبيل اليسار. يبقى هنا أهل الشام عليهم 4 دنانير، أهل اليمن عليهم دينار، يبقى فيها متراوحة 4 دنانير ودينار واحد، 4 دنانير يبقى 16 أو 18 جرام من الذهب، دينار واحد يعني 4 جرام من الذهب. قال جعل ذلك من قبيل اليسار. الرواية الثانية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. دي رواية في مذهب أحمد ولعلها الأرجح هذه الرواية، اللي إذا والله احتاج البلاد لمال أكثر فيؤخذ أكثر، إذا وجد أن حالهم فقير وكذا ممكن ينزل عن القدر اللي ضربه عمر رضي الله عنه. الرواية الثالثة في مذهب أحمد تجوز الزيادة لن نقصان، يعني يجوز زيادة على ما كان 4 دنانير 5 دنانير 6 دنانير، لكن ما يقلش عما كان اللي هو الدينار الواحد، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص،
عمر في عصره رضي الله عنه كانت عزة الإسلام وقوة ديار المسلمين في شيء عظيم جدا، فلذلك فرض أشياء وقدر أن يأخذها. هؤلاء كانت أموالهم عظيمة فأخذ منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا القدر اليسير بجوار أموالهم. لكن الراجح أن عمر لم يمنع من الأقل ولم يجمع على أن هذا الأقل لا يجوز، فعلى ذلك الراجح أنه يجوز الزيادة ويجوز النقصان بحسب حال المسلم. يقول: يجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، يعني أنه يدفعون الجزية، كذلك أنه إذا مر بهم أناس من المسلمين يضيفونهم، زي ما المسلم في مكانه إذا نزل عليه ضيف من بلد أخرى فله حق الضيافة، خاصة إذا لم يوجد فنادق لم يوجد مكان ينزل فيه، يبقى يلزم المسلم أنه يستقبل هذا الضيف عنه. قال: فكذلك يفرض على هؤلاء إذا نزل عليهم من المسلمين في مكان ليس فيه مكان لهؤلاء أنهم يضيفونهم أيضا. لما روى الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر، وهذه الضيافة الواجبة في الإسلام، الضيافة الواجبة إنك جالك قريبك من الصعيد مثلا ونزل عندك هنا وملوش مكان ينزل فيه ولا في فنادق موجودة في البلد ينزل فيها فلم يوجد إلا عندك، وجب عليك أن تضيفه، حق الضيافة يوم وليلة له. فكذلك أمرهم عمر رضي الله عنه بذلك، أن يضيفوا من نزل عليه من المسلمين يوما وليلة، وأن يصلحوا القناطر. وأن يصلحوا القناطر، عايشين في بلاد المسلمين زي المسلمين صلحوا هم كمان يصلحون. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته، بأرضهم فعليهم ديته، ده إذا تفرقوا فكانوا في أماكن خاصة بهم فقط، لكن إذا كانوا في وسط المسلمين ينظر من القاتل. الحديث رواه أحمد وده حديث حسن عن عمر رضي الله عنه. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. يعني بعض الناس أحيانا يقوم يتأوى بقوة الدولة إن لا، أن احنا نازلين عندكم ضيوف اذبحوا لنا. فهنا عمر رفض ذلك رضي الله عنه، إنما أنت ضيف زي ما بتنزل على المسلم يطعمك مما عنده، كذلك إذا نزلت على هذا يطعمك مما عنده، ليس لك أن تأخذ أكثر من ذلك. هنا في الإسلام يعني سماحة الإسلام، دين الله عز وجل يقول لنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا، صدوكم عن بيت الله سبحانه، لا يستهوينكم ذلك أن تتركوا العدل فيهم، ولكن العدل مع الجميع، بذلك يرفع الله عز وجل الإسلام والمسلمين بالعدالة. خطيب الشام هشام ابن حكيم ابن حزام ذكروا أنه مر على ناس في أهل الشام من أهل الكتاب من الأنباط بالشام، قد أقيموا في الشمس، قد أقيموا يعني مزنبينهم وقفينهم في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعني كان أهل الشام يأخذوا منهم الجزية ويوقفوهم في الشمس، فقال لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فلا يجوز لإنسان مسلم يعرف دين الله عز وجل أن يعذب أحدا لا بحق ولا بباطل، إنما يقيم حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فصل: يحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. هنا دين الإسلام دين العدل ودين السماح ودين الرحمة، إذا كانوا هؤلاء أقلية فالإسلام يقول: حافظوا عليهم، حافظوا عليهم. يحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، إنسان يقول حسرق ماله ما هو كافر، ليس من حقه أن يقول ذلك. ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. الألباني بيقول لم أقف عليه، والزيلعي في نصب الراية يقول لا أصل له، أو قال غريب، قال غريب. هنا يحرم قتالهم
وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصى بهم هنا في أهل مصر. فجاء في حديث رواه الطبراني والحاكم عن كعب بن مالك ورواه الطحاوي وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة، يبقى لهم ذمة ولهم رحم. في حديث آخر عند الطحاوي بإسناد صحيح قال: إن أم إسماعيل منه، إن أم إسماعيل سيدنا إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام أمه هاجر كان من هنا من مصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر من أجل ذلك. في حديث ثالث رواه أحمد ورواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيرات، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا. كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأهل مصر. قال: فإن لهم ذمة ورحمة، إن لهم ذمة ورحمة. قال: فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها، صلوات الله وسلامه عليه. هنا بيذكر لنا من ضمن الحاجات اللي تشرط عليهم، قال: يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما تهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير. الجزء من المتن بيقول أنه لما روى إسماعيل ابن عياش عن غير واحد من أهل العلم، قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا شرطنا على أنفسنا. يعني أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم يقولون له: إن شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلم. هم اللي شرطوا على أنفسهم ذلك، ورفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه وقبل هذا الشيء. فذكر الحديث الطويل هنا، قالوا: إن شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكن بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا، إلى آخر الحديث. يقول الألباني: لم أقف على سنده، وذكر أنه ضعيف، أنه ضعيف. يبقى على ذلك هنا الكلام في الطول اللي فيه: شرطوا على أنفسهم أشياء، فعلى ذلك إن شرطوا على أنفسهم ذلك ووافق الإمام عليها عمل بها، وإلا فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بجز رؤوسهم ولا منعهم من لبس النعلين، لم يثبت عنه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك هنا مسألة يمنعون من ركوب الخيل، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل نقول بما قال، أما ما لم يقوله صلى الله عليه وسلم فلا يلزم. قال: يمنعون من حمل السلاح، هذا صحيح، هذا صحيح، لا ضرر ولا ضرار لعله يؤذي به أحدا من الناس. من إحداث الكنائس، هنا ما كان لهم موجودا فقط لا يجوز الزيادة عليه، ومن بناء من هدم منها، ومن إظهار المنكر بين المسلمين يمنعون من ذلك، والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم. إذا كان للمسلمين الدولة ولهم القوة فعلى ذلك لا يجوز أن يظهروا شعائر الكفر بينهم. إذا هؤلاء في أماكنهم يتكلمون بما هم فيه من أمور دينهم، أما إظهارها للمسلمين فهذا غير جائز. كذلك الأكل والشرب نهار رمضان، الأكل والشرب، وطبعا الآن في زماننا مستحيل تمنع هؤلاء من الأكل والشرب نهار رمضان، والمسلمون يأكلون ويفطرون في الطريق، هذا شيء بعيد، ابن المسلمين الأول وبعدين ابقى أتكلم عن هؤلاء. ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، يعني بين المسلمين. يمنعون من قراءة القرآن، يمنعون من قراءة القرآن، يعني لعله يقصد من المصاحف أو على وجه يكون فيه الاستهانة بكتاب الله عز وجل. أما أن أحدهم يقرأ آية أعجبته هذه الآية لعل الله يهديه إليه، لعل الله يهديه. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فذكر لهم بعض آية. يمنعون من شراء المصحف، ده صحيح، إذا كان المسلم الذي على جنابه ليس له أن يمس المصحف، يبقى الكافر من باب أولى، يبقى يمنع. وكتب الفقه، هذه فيها نظر، مسألة منع من كتب الفقه هذه ليست كالقرآن، كتاب الله عز وجل لا يمسه إلا المطهر، ولعلهم يقرؤون شيئا يسلمون بسبب ذلك.
وكتب الحديث والتعليل لأنه يتضمن ابتزال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح، يعني لم يصح أن يشتروا ذلك، يعني في المصحف هذا الذي لا يمسه إلا المطهرون كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال يمنعون من تعلية البناء على المسلمين، يعني لعله في الماضي هذا الشيء كان من الممكن أن يتقال، أما الآن مع وجود العماير العالية ما فيش بقى عمارة أعلى من عمارة اللي ساكن في الدور العاشر بيتمنى يبقى ده ساكن في الدور الأرضي يبقى قريب إليه. فعلى ذلك وجهة النظر ينظر إلى إيه المقصود منها، المقصود أنه على وجه التفاخر على المسلمين والتعدي والتحدي للمسلمين والاطلاع على عوراتهم يمنع، أما غير ذلك ما فيش منع، واحد عمرته 10 أدوار تاني عمرته 5 أدوار فعلى ذلك ما فيش ما يمنع من ذلك. استدل بالحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، يعلو وده صحيح الإسلام، أما العمارة والدار ففيها شيء. تفضل شيء. حديث الإسلام يعلو ولا يعلى حديث حسن. قال ويلزمهم التميز عنا بلبسهم، لا إذا كان في الشروط معهم ذلك، ويكره لنا التشبه بهم، يكره لنا التشبه بهم، يعني تشبه بهم في أحوالهم في أكلهم في شربهم، أما ما يكون من خصائص دينهم فيحرم علينا، مش يكره بس، يحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار. لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ده ضعيف، لكن الحديث الآخر صحيح، ليس منا من تشبه ولا الحديث الأسف الأول من تشبه بقوم فهو منهم ده صحيح، الثاني ليس منا من تشبه بغيرنا ده ضعيف، يغني عنه الحديث الأول. يحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، يحرم القيام لهم، القيام الذي هو على وجه التعظيم، يقوم إنسان زي ما بيقوم لكبير من المسلمين لإمام من المسلمين فيقوم له تعظيما له، يقوم يستقبله كذا، يقوم له من مقامه أو من مكانه، هذا على وجه التعظيم. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له أحد صلوات الله وسلامه عليه، فكان الصحابة يمر بهم فلا يقومون له صلى الله عليه وسلم. ويذكر لنا في الحديث عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار، اللي يفرح أن ما يمر بالناس ناس يقفوله وقال له حضر نفسك للنار، فهنا يعلمنا التواضع صلوات الله وسلامه عليه. فهنا إذا كان المسلم لا يقوم للمسلم لا يقوم له، ولكن على وجه المحبة وعلى وجه التقدير لا مانع من ذلك، فإذا كان على هذا الوجه ليس له أن يقوم للذمي أو للكافر على هذا الوجه، إن يقوم تعظيما له واحتراما له. أمال يقوم له إيه؟ يقوم رحمة، يجوز إنسان راكب في ترام وجد شيخا كبيرا كتابيا لا يقدر على القيام حيقع، إنسان مريض، الإسلام يعلمنا الرحمة ويدعونا إليها، يبقى هنا القيام الممنوع منه الذي هو على وجه التعظيم لهؤلاء على وجه الاحترام لهؤلاء، أما على وجه الرحمة فلم يمنعنا ديننا من الرحمة. يقول يحرم لنا القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام، وبداءتهم بالسلام يعني يحرم أنه يبدأهم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، وبكيف أصبحت أو أمسيت هذه لا تقاس على السلام، السلام شيء تحية الإسلام معلومة، أما كيف أصبحت هذا سؤال وليس تسليما، فعلى ذلك الراجح يجوز أن يقول كيف أصبحت كيف أمسيت، أما السلام عليكم هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنت كيف حالك هذا كله الراجح الجواز فيه، لكن الممنوع البدء بالسلام. تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، هذا فيه نظر، هذا الكلام كله فيه نظر في مسألة تحرم تهنئتهم، الراجح أنه إذا كان فيه عنده فرح، إذا كان عنده ميت، إذا كان عنده مريض، الراجح جواز هذا كله في ذلك لعدم المانع، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا منهم، ولكن يكون هدف الإنسان الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك، دعوتهم إلى دين الله. لذلك عن الإمام أحمد قول آخر بالجواز هنشوفه بعد شوي. قال لحديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضياقها، حديث رواه مسلم وحديث صحيح، وفيه لا تبدأوهم بالسلام، ما قالش حاجة تانية غير السلام، لا تبدأوهم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضياقها،
مش معنى إن لقيه في الطريق أزقه عشان يروح للطريق الضيق، ليس معنى ذلك. ولكن العادة لما إنسان يمر ويجد واحد تاني جاي مقابل له، العادة أنه بيحترمه ويقف له ويقول له تفضل، فهذا بين المسلمين. أما مع غيرهم لا، مر أنت ما تقفش الحد، مر أنت في طريقك لا تقف. قال وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه. لا لا، هذا فيه نظر، مسألة ما عدا السلام ده، وخاصة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنافي ذلك. عنه تجوز عيادتهم، وده اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأجري وغيرهما، وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه، صبي من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، بل ودعاه للإسلام صلوات الله وسلامه عليه، قال أسلم، قال أسلم. الغلام نظر إلى أبيه، أبوه يهودي واقف، فنظر إليه، فإذا بالأب يقول للابن أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. مات الولد على الإسلام بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وعرض عليه الإسلام فأسلم. وعاد أبا طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وعاده وهو مريض، النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو مريض، وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. هذا صحيح ولا قبله صحيح؟ طيب، من سلم على ذمي، هنا بداء بالسلام إنه لا يجوز البدء بالسلام. من سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلام. سنة دا إذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. دا اللي ذكره هنا أن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فقيل إنه كافر، يعني مر قال السلام عليكم، فلما قال قالوا ده كافر، أنت قلت له السلام عليك، فرجع قال رد علي سلام، رد علي سلام، فقال رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه، فقال قال له إيه ابن عمر، قال له إيه، دعا له، دعا له، قال أكثر الله مالك وولدك، يعني قال له السلام، لا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن احنا نبدأك بالسلام، مالكش عندنا أن احنا نقول لك السلام عليكم ورحمة الله، وما نقول لك إيه، أحنا ندعي لك، ندعي لك أكثر الله مالك وولدك. فدعا له عبد الله بن عمر أن يكسر الله ماله ولده، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. صحيح، إن سلم الذمي لازم رده فيقال وعليكم. إذا سلم الذمي يعني بدأك اليهودي أو نصراني فقال السلام عليكم، أنت ما تبدأش، لكن لو قلت كلمة أخرى، دخلت على واحد في مكتب عنده عايز منه حاجة أو كذا، فبدأت بالتحية، قل كيف حالك، إزايك كذا، لكن السلام عليكم لا، هذه تحية خاصة للمسلمين، تحية المسلمين. طيب العكس بقى، هو الذي بدأك بذلك فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بصرة، قال لأصحابه إن غادون فلا تبدأوهم بالسلام، يبقى ممنوع، ما تبديش أنت بالسلام عليه. فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يبقى ردوا عليهم بس وعليكم، في واو هنا اللي فيها تفيد التشريك، إن علينا وعليكم، لأن هؤلاء كان مقصدهم بالتسليم يقولون السام عليكم، السام يعني الهلاك الموت، فكأنه بترد عليهم رد قولوا عليكم، لعل هذا الذي يقول يقصد مقصدا حسنا، والآخر يقصد الهلاك، يقصد الموت، فرد على الجميع بذلك وعليكم. فإذا كان الموت فهو جاري علينا وعليكم، إذا كان غير ذلك يبقى رددنا عليكم بما تستحقون. الحديث صحيح. وعن أنس نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة، ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم، ده صحيح بغير هذا اللفظ. طيب، يبقى هنا الرد في السلام تقول وعليكم. طب فرضنا إن هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إني أزيد فأقول وعليك السلام؟ اختلف فيها العلماء. لاحظ إنه كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فقال إنه إذا قالوا فقولوا وعليكم، فكان عارف اللعب بتاعهم في الكلام أنه يقصدون شيئا غير الذي يقول، يتكلمون بشيء يقصدون مقصدا آخر. لكن فرضنا أنه وضح ذلك وقال السلام عليكم، فوضحت الكلمة أنها السلام، هل يجوز أني أرد أقول وعليك السلام كما قال؟ يقول ابن القيم رحمه الله يجوز ذلك، بل هو العدل، لقول الله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فعلى ذلك إذا قلت وعليك السلام جاز. طب ورحمة الله وبركاته لا تزيد على ذلك، فغايتها أن تقول وعليكم
إذا ظننت أن يقول السام أو السلام لا تدري قلت وعليكم، أو قال غير ذلك قلت وعليكم وخرجت من هذا الخلاف. لكن لو زاد المسلم وفهم السلام عليكم فقال وعليكم السلام، الراجح الجواز. إن شمت كافر مسلما، لو إنسان كافر قال للمسلم يرحمك الله، إن عطس المسلم فالكافر قال يرحمكم الله، فيرد عليه المسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، الدعاء بالهداية يجوز أدعو للمسلم والكافر. طيب، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. كانوا اليهود يتعاطسون، فيهم لؤم ومكر، اليهود يتعاطس علشان يقولوا الحمد لله، يقول لهم يرحمكم الله يرحمكم الله، طيب حنحج ربنا بها يوم القيامة، نبي من أنبيائك دعا لنا بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيدعو لهم بصلاح البال ويدعو لهم بالهداية. طيب، الحديث ده صحيح. وتكره مصافحته، تكره المصافحة ولا يحرم، ولا يحرم ذلك، يعني كأن بدء منك أنك تبدأ وتمد إيدك، إذا بدأ هو ومد فلا مانع من أنك تصافح. من أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، إذا أبى بذل الجزية في حالة تمكن المسلمين واشتراط الإمام عليهم ذلك، يبقى على ذلك ينتقض عهده. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، إن إنسان يهودي أو نصراني زنى بمسلمة، يبقى لا عهد له عند المسلمين، ينتقد عهده. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. واحد يهودي حب أنه هو يزني بامرأة مسلمة، لم يقدر على ذلك، وأمر عمر رضي الله عنه بصلبه في بيت المقدس، وده حسن عن عمر. أو أراد قطع الطريق، يقطع الطريق على المسلمين ويخيف المسلمين، يبقى لا عهد له. أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، يبقى ينتقد عهده بذلك. قال لما روي أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلت. إنما ذكرنا في قصة الأعمى الذي قتل من شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، إن العهد أنه لا يفتن المسلمين عن دينهم، فإذا دعاهم إلى الكفر وفتنهم عن دينهم يبقى على ذلك لا عهد لهم. ويخير الإمام فيه كالأسير، يعني في هذا الذي انتقض عهده يخير الحاكم فيه، يبقى دي أحكام خاصة بالحكام وليست بأحد الناس، في مسألة أنه يأخذ من هذا الماء الفيء و الأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، يخير بين هؤلاء الرق والقتل والمن والفداء. وماله فيء، يعني إذا قتله أخذ ماله فيئا. ولا ينقض عهد نسائه وأولاده، هذا الإنسان اللي فعل شيئا استحق به العقوبة لا ذنب لأولاده ولا لنسائه، يبقى على ذلك فقط المذنب فقط. قال فإن أسلم، هذا الذي انتقض عهده كان ذميا فانتقض عهده بشيء من هذه التي ذكرنا، بعد ذلك دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. قال ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل في الإسلام الإسلام يجب ما قبله، وهذه مسألة مختلف فيها، إنه هل إنه إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام بعد ذلك يبقى خلاص لا عقوبة، ولا إنه يعاقب بذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل ولو أسلم، واختاره ابن أبي موسى ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو الصحيح من المذهب. وذهب الجمهور إلى أنه الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم هذا أعظم، أن يسلم الإسلام ونكسب إسلامه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.